أهلين، مساء الخير، كيف حالكم؟ مش أخباركم؟ يعطيكم العافية. آسفة على الرد المتأخرة، وإن شاء الله الحين أشرح لكم المواضيع الحجامة للطنين وضعف السمع، تمام؟ يعني أول شيء أشرح لكم المواضيع، تمام؟ يكون تقدر تاخد من هون، تمام؟ يعني الحساب لكل شخص، الرقم الكاسة مو مشكلة، أصلاً المنطقة فيها أكثر من نقاط الإبر الصينية، تمام؟ وكمان النقطة هون لو مثلاً يقدر يعني يشيل الشعر، أفضل ياخد الفوق الأذن النقطة هذا، وورا الأذن كمان النقطة من هون، تمام؟ الكاسة الحسب نفس الشخص الجسم والحسب الممارس، تمام؟ وبس شيء مرة مهم مهم جدا، تمام؟ لا تسوون الحجامة عنده أي أحد، يعني كده أي شخص، وعشان المشاكل الطنين والمشاكل السمع لو شفته شوف يعني أصلا المناطق هذا كله مرة حساسين. شوف الأعصاب كيف، هذا مكان الخروج، الأعصاب كله مليان أعصاب، وشفتوا كيف العروق مرة في عروق كبير، تمام؟ يعني لو واحد زبط زبط، لو ما زبط عشان يعني ما يدر لنفسكم، تمام؟ لازم روحوا المكان مرخص، تمام؟ الناس مرخصين، الممارسين يعني عندهم خبرة ويسويها، إن شاء الله الله يشفيكم.